بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعنا اليوم إن شاء الله سيكون حول حالة القمر عند الحضيض الأعظمي، ولمن وللمشاهدين الجدد، فالحضيض الأعظمي أو نقطة الحضيض هي النقطة أقرب نقطة يصل إليها الكوكب ذو الدنب قبل استدارته وعودته إلى الفضاء من جديد، أقرب نقطة إلى الأرض يصل إليها الكوكب المدنب قبل التفافه والعودة إلى الفضاء. وكما قلت، هناك من يتساءل كيف سيكون حال القمر عند الوصول إلى نقطة الحضيض الأعظمي، فهل سينجرف مع جاذبية الكوكب ذو الدنب أم ستبقى الأرض ممسكة به؟ سؤال قد نعتبره جيدا، رغم أن كما قلت هناك احتمالات بالفعل علميا، لكن الكوكب المدنب نعلم، أو الكوكب أو الطارق نعلم أنه مر بالأرض من قبل لعدة مرات وظلت الأرض متمسكة بقمرها. المهم، سنلخص ذلك في احتمالين. إن كانت موضع القمر عند الحضيض الأعظمي الذي سيستمر، حيث أن الحضيض نقطة الحضيض الأعظمي ستستمر ما بين 36 ساعة إلى 48 ساعة، إذا كان مواجها للكوكب المدنب وسيله النيزكي الجارف، فإن القمر سيشرد مع الديل ويخضع لحقل الجسم المركزي، وبالتالي ستفقد الأرض قمرها للأبد، ويترتب عليه ظروف صعبة ستواجهها الأرض بعد العودة لمدارها بفعل التوازن الهيدروستاتيكي وانتهاء قوة التنافر القطبي وبعد المؤثر. أما الاحتمال الثاني، إن كان القمر يتموضع عند ساعات الحضيض الأعظمي خلف الأرض، فهناك احتمالية أن تلعب الأرض حاجز صد ولو ضعيف نسبيا لتمسك بالقمر، لأن القمر أقرب للأرض كتليا منه إلى نيبيرو، وبالتالي هناك فرصة بأن تحتفظ الأرض بالقمر وتمنعه من الانجراف بعد تلك الساعات العصيبة. هذه الفرضية ستتم في حالة كانت نقطة الحضيض الأعظمي 15 مليون كيلومتر حسب بيانات أسوريسك. أما إن كان الحضيض الأرض حسب بيانات فيوجر 2، أي تقول بيانات فيوجر 2 بأن نيبيرو أو الكوكب المدنب سيمر ما بين القمر والأرض، ولكن لا أعتقد أن الأرض أنه هذا الاحتمال أو هذه النظرية أو هذه البيانات، بيانات فيوجر 2، لا أظن أن نيبيرو سيمر بين الأرض والقمر. لو اعتبرنا أن المسافة ما بين القمر والأرض تساوي 30 مرة قطر الأرض، الجسم المركزي لنيبيرو سنعتبره كمتوسط حجمي 5 أضعاف قطر الأرض، يعني 30 ناقص 7 تساوي 23 وحدة، يعني مسافة قطرية ستبقى فارغة، مما يعطينا أنه سيمر الجسم المركزي لنيبيرو بسهولة ما بين الأرض والقمر. لكن المشكلة هو الحقل البلازمي الشديد والديل النيزكي الجارف. بالنسبة لي شخصيا، فإني أرجح أن تكون نقطة الحضيض الأعظمي حسب قاعدة أسوريسك، والله أعلم، أي في حدود 15 مليون كيلومتر بعيدا عن الأرض. وكذلك حتى لو كانت هناك، كما قلت، فنستبعد، أنا طرحت هذا المشكلة بطريقة علمية، لكن التاريخ يبين لنا بأنه قد مر نيبيرو من قبل بالأرض ولم يحدث شيء للقمر. لذلك
لذلك أظن أنه أن الاحتمال احتمالية فقدان الأرض لقمرها تبقى بعيدة وغير واردة. هل سوف نراقب إن شاء الله؟ نحن نرتقب لأن الآن دخلنا في شهور الإخفاء، وشهور الإخفاء هي تمركز الأرض خلف الشمس مقابلة في مقابل، ويبقى النيبيرو في الطرف الآخر من الشمس، وتلعب الشمس حاجزا أمامنا للرؤية التلسكوبية، مما لمراقبته أو لمعرفة ما يجري من حولنا فنحن نرتقب تقرير الارتحال الجغرافي الذي سيعطينا نتائج حول ما يدور من حولنا، لأنه يعتبر جد مهما. منه نستسقي تصارع الكائن الزائر. المهم، فقد قلنا بأن الارتحال يتحرك بوتيرة ما، ويتبقى أمامنا مدة للوصول إلى النقطة 40 درجة أو نقطة اللاعودة، للوصول إلى نقطة اللاعودة. لكن يبقى الإطباق بالوتيرة التي نعيشها الآن وتعطينا هذه المدة، والمدة التقريبية للوصول إلى النقطة 40 درجة. لكن كلما اقترب كان الاقتراب الكتلي مستمرا، فالإطباق تزداد، والجداء الكتلي حسب نيوتن، فإن حسبنا الارتحال كمتتالية حسابية فإننا سنجد أن قيمة الارتحال ستتضاعف تباعا للقرب الكتلي. فإن كنا نعيش الآن على سبيل المثال في 1 ميل كل شهر، فإنها ستتضاعف كما قلت تباعا للاقتراب الكتلي. فالشهور القادمة سوف تعطينا ميلين، ثم والتي تليها 2+2=4، وهكذا. فالمدة الزمنية إذن بالاحتمال الرياضي قد تكون أقل من المتوقع، وقد تكون أقل من المتوقع بكثير إذا كان هناك تصارع كبير. وعليه فإن الارتحال الجغرافي سيبدأ عند وصولنا أو عند وصول الارتحال الكهرومغناطيسي لتلك النقطة الافتراضية، لأن بعض الإخوان يتساءلون حول النقطة 40. النقطة 40 هي نقطة افتراضية وضع العلماء لمعرفة أن من تلك النقطة يبتدئ ضعف خطوط الحقل الكهرومغناطيسي للأرض. عند الوصول إلى تلك النقطة فإن الخطوط تبدأ في الضعف، وكلما اقتربنا إليها نرى أن خطوط حقل الأرض بدأت تضعف شيئا فشيئا. وعند الوصول إلى تلك النقطة أو النقطة 40 درجة فإنها تبدأ في الضعف، من تلك النقطة يبدأ الضعف، ضعف الخطوط، خطوط المجال الأرضي. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.